توقع الوقوف، ما وقف ابدا لين خلاص غسل يده ثم وقف، ما قال لا. نقطة سريعة، الموضوع الاول قبل شوي عند كرتون اخذت سابقا، ان الحصان مرات يكون متوقع ان الشيء اللي يمينه خايف منه وتتحكم فيه، بس نفسيا بيحاول يوخر عنه حتى لو ما راح جسديا. الحالة دي قبل ما توصل للشيء تروح الجهة الاخرى، عشان الجهة اللي ناوي يهرب فيها على الاقل نفسيا خليتها جنب الشيء اللي خايف منه. فحتى وانت متحكم من الجهتين، اذا حسيت ان الحصان من الجهة هذه مركز مرة على الشيء وحاجر اليمنى، وانت هذا وانت خاب مثلا الاخير راح يسار وخلي الشيء يمينه او العكس. نقطة ثانية، موضوع مثالي وضع فكرة سريعة، انا وياك اختبرنا اختبار 30 سؤال فرضا كمثال. واحد من الاسئلة انا ادعي ان درجتي فيه احسن من درجتك بشكل واضح، وانت مختلف، يعني مختلفين، اتفقنا على ان لا نتفق في الموضوع هذا، انا ارى درجتي احسن، انت ترى درجتك احسن، لكن جميع الاسئلة الاخرى متفق عليه ان درجتي احسن من درجتك، او العكس درجتك احسن من درجتي. يعني متفقين على اغلب الاسئلة، شغلك صح شغلي خطأ، واحد منها ارى اني احسن، انت ترى انك احسن. اتكلم معك بالواحد ذا وخلي الباقي لما نجي نشوف نتيجة الاختبار النهائية. حتى لو فرضنا ان السؤال اللي انا ادعي اني احسن منك فيه بالفعل احسن منك فيه، تبقى نتيجتك احسن مني بمراحل اللي قسنا الاسئلة الاخرى. هذا طبق على الخيل، لما تكون في وضع معين مثلا كمثال الحصان قاعد تلحق في شيء معين او خايف من شيء معين الى اخره، او متحكم في فحول عند فحول وفراس الى اخره، او خايف من منطقه معينه وما تبغى يروح الى اخره. يجيك الشخص مثلا يقول لك مثلا الحصان اثناء اللحق كان حصاني متحمس على اللحق، كان سليم ومستعمل العصا، مستعمل البهماز، مستعمل السرج، والانشال قبل الشغل، والحصان ماخذ منها اتجاه، ماخذ منها السرعه، وقامص فيه، وتوازنه مختل، توازن الراكب مختل، توازن الحصان مختل الى اخره. يركز على موضوع ان الحصان اسرع في اللحق او متحمس اكثر. انت متحكم بالسرعه والاتجاه وتوازن الحصان بدون سرج، بدون صداره، بدون عصا، بدون مهماز، بدون ما تجبر الحصان. ولو فرضنا حماسه اقل او ابطا في اللحق، لانك راد عن الاندفاع الزايد ولا تنطلق، افتح او وسع بالشكل اللي انا ابغاه، لا تزيد عن المطلوب، لا تحاول تاخذ اتجاه، لا تقمص الى اخره، ايهما احسن؟ فلو كلمتك فقط عن السرعه وخليت الامور الاخرى ينطبق عليها المثل هذا، لكني اكلمك في السؤال اللي ادعي ان درجتي احسن منك فيه وانت تقول لا درجتك احسن، وخلي ال 29 سؤال الباقيه اللي درجتك فيها احسن مني بمراحل. فلما نجي تحت نشوف النتيجه النهائيه للاختبار، انت اخذت خلينا نقول 9 من 10 8 من 10 او حتى 10 من 10، انا اخذت بالكثير 5 او 6 من 10. شخص يجيب 5 او 6 من 10 في حاله معينه، كيف يناقش شخص جايب اقل شيء فيه 9 بالمنطق؟